l'occasion ou faire un petit ou les gens qui ont travaillé parmi le CHU. Donc c'est une très bonne surprise. Je suis vraiment, je vous remercie. اليوم هنا في قلب السبيطار سنحتفلوا باليوم العالمي للمرأة، يعني كنحتفلوا بالنساء ديال المستشفى ديالنا، وهي مناسبة باش كنهنيوهم وكنشكروهم على المجهودات اللي كيقوموا بها كل نهار في خدمة المواطنين. والحمد لله يعني بالنسبة لي أنا الشغل ما كيكون بالاستحقاق، مرأة وراجل يعني فحال فحال، اللي كيستحق شي بلاصة واللي كيدير مجهود باش يكون فيها راه حتما كيوصل وإلى كسال في الخدمة اللي تيدير. الاحتفال كيفاش كنرد الفعل ديال النساء اللي مختفى بهم؟ انا شفتو بلي راه كلهم الحمد لله فرحانين، واخا هي غير التفاته وشي حاجه بسيطه، ولاني كتحس بهم انهم فرحانين لانهم كيحسوا ان المغزى من موراها هو الاعتراف بالجميل على هاد المجهودات وعلى داكشي كلشي اللي كيقوموا به في داخل المستشفى. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.